اللي باقي عايش بلا هذا الاجر الزاهد 1900 درهم. ولحد اللحظه كاين اخوان عاد ما تخلصوش 1900 درهم وعاد ما تخلصوش 13 شهر. ولو اعدموا لي حقوقي حقوقي يا من في عروقي الاحتجاج حق مشروع يسأل مالك دخله الاحتجاج حق مشروع يسأل مالك دخله بغينا راجينا احتجينا اليوم علاش ضد ما يسمى بالفساد والاستبداد. هذه راه حقره باش تخلص العامله 1900 درهم في دفتر التحملات كاين 6 السوايع 6 اللي كاين هما يخدموا لنا 12 ساعه. هذا راه غير قانوني، الكونترا ليس مطابقه مع قانون الشغل، هذه راه مرفوضه. نحن من طرف الاتحاد المغربي للشغل والعمال والمنظفات والحراس لغينا ديك الكونترا من حنا. وثانيا انا كنقول هذاك المراقب اللي كي ديال الشركه اللي كيهدد العمال وكيستفز كيدير لهم الاستفزاز التهديد والطرد بالتعسف فيه على يبي الرحيل. المشكل ديالنا هو السبيك ما كاينش، هاد ديكلاراسيون 15 يوم. دابا هاد الشركه وهاد المديريه مشتركه معه، ما غاديش تقول لك انا ودي، هي اللي حطت الصفقه المشبوهه وهي اللي كتحاميه، وهاد المديريه الاقليميه اللي كتحاميه هاد الشركه المستبد. اذا انا كنقول لهم بجوج، هاد الشركه عليها بالرحيل اولا فورا. وكنطالبوا السلطه الاعلى ديال اقليم الناظور، السيد عامل اقليم الناظور المحترم، خصو يدخل فورا، لان راه الفساد والاستبداد حدث ولا حرج في هذه المديريه الاقليميه قبل، لانها راه كيشردوا العائلات. راه كاين الواحد اللي عنده 5 6 البزاوس كاري خلص الماء خلص الضوء، كيفاش هاد المعيشه اللي غيعيش بها 1900 درهم والاسعار طالعه كالصاروخ. لذا الطلب الاخير ديالي هو عليكم بالرحيل، الشركه ديال دابا خصها ترحل باش هذيك الصفقه تلغى، وحتى المراقب ديالهم يجمعوا يتوي معاهم. ناظر سيتي الحضوري تكا كاين غنعمه سيدي كتكتب بدا كاينه، نشينا حراس الامن الخاص ديال المؤسسه التعليميه ديال النظار، سواء المنظفات وسواء الحراس، نرخو زي 2012 نشين تعانى المشكله يا دي 2013 تو غنعبح تو تخدص لنا 2200 درهم تو تخدص لنا 26 يوم دي لا سينيسيس، رخو الشركه جديد تسد تشان 1900 درهم مقابل 12 ساعتين خدمة. لا تغطية صحية توغا والو. بالنسبة للديكلاراسيون على هذه الأيام 15 يوم، المنظفات ما كيصرحوهمش في الضمان الاجتماعي، وكنتش التصريح. رخو شي نزلوا المسؤولين، ما غارش المسؤولين هذه النظر، هذا بده نخلق قطاع عواني ثانية، ما راهو غنرضى بالمسؤولين باش أنا شي ماني غانع. أخو مانيا شي تعانى يا طاس، نحر نراس المديرية نراس السلطات، ولكن غيبدوا لهذه الجن ولا غيمشي يقتلوا هذه الجن. وشكرا نادور سيتي. سيغت خطا خر خدمتها وذا نغكين شا وذا نغكين بو بوش نتمن سبحان وذا نغكين بوش الحقوق ونخدم وذا نخد خجيسان تيشترى نخنا الفرانك نخدم شهر د 10 ايام عادي نغاكش الفرانك كني ارخو غا الان وذا نخد سنشا وانو في من غش اللهم هذا منكر اقم قيت الجوع واجمي زين غنخد سرشران تاوان واجمي زين غنصغان وذا نخد خجيسان وذا نغكين بو الحقوق ولو الضمان الاجتماعيه ولو ايش نحشت ان الله هذا منكر هذا منكر نوسد نشين خل حقوقنا نعزو الحقوق ماش حياة بحق تشنا 1600 يعني 200 درهم رخو 1800 اذا غير 1800 خدم الصبح وعشية غاري تمارا يطاس الصبح وعشية اذا نخص خدامة مزيان خل نغطس للمدرسة تمارا يطاس شنا خصين فايك وعاد وذا نخدسن زي شحال 7 وانا زري فرانك واخا يا مني تا حنخدم مين زي غايشغ تعاوننا يا المحسنين تعاوننا يا المحسنين دار حمصي ربي العالمين تتغاي وذا الميزين الصغار تعاون غميزين تك شي نخدم كونترا تنين جديد كينا نغديس الكارثه 8 9 رحق والو برمي ما خصنا خنغزرنا خنخزرن المهم نتعانى يا طاس طاس نتعانى 8 9 90 ألف ماشي هذا منكر هذا منكر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.